ما بغاتش تصدق ليا لازم هاي لزامي مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. جسبر تكونوا كلكم بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا لا فيديو ديالي كيف ما شفتوا في العنوان في هاد لا فيديو اخيرا من نهار بديت يوتيوب وانا باغا نكمل 100 باش نصور لكم هاد الفيديو حيتاش عمرني عندي 20 عام قريبا نكمل 21 عام عمرني درت شي كيكه عمرني ما درت شي كيكه حيتاش انا عندي خواتاتي كبار فاش كيكونوا عندكم خواتاتكم كبار هما كيكونوا كيطيبوا انا كنغسل الماي عند كنشقى كنجفف ولكن كيكه وداك الشيء صحيح عمرني ما طيبته كنطيب لي بات كنطيب البيض داك الشيء خفيف اما داك الشيء ديال الفصح عمرني ما طيبته وقلت هذه هي الفرصه فين نصايب شي كيك ومناسبه هذه فرصه ومناسبه وصافي لازم بلا ما نطول عليكم الهضره دابا غادي نمشي نتقدى المقادير الصراحه نقلت شويه من يوتيوب حيتاش ما يمكنش ندير كيكه وانا ما عندي على شي فكره ولكن ما قلتش بزاف نقلت غير هذوك المقادير الرئيسيه بحال البيض بحال الطحين صافي بحال سنيده المهم اللي كيت داكشي الاخر عندي في راسي بحال الديزاين وداكشي المهم ما تفهمونيش بلا ما نطول عليكم الهضره لي زامي يلا نتقداو كما لازمي ما شفتونيش ملي كنت كنتقدى غنقول لكم واحد السر البارح كنت غنصور لكم هذا الفيديو الناس ديال الانستغرام غادي يكونوا شافوا الكواليس الناس اللي ما عندهمش الانستغرام ديالي غادي نخليه لكم هنايا تما كنحط لكم لي ستوري كنحط لكم الكواليس وكل شيء على زعمي البارح كنت غنصور هذا الفيديو ولكن ما صدقش ليا البيض حيت ماما كانت عاتاني الباتور الغلط والبيض مابغاش يطلع ليا درت 6 البيضات ومابغاوش يطلعوا ليا وضطرت انني نلوحهم وجبت 4 البيضات وحدين اخرين وبقيت كنخلط مابغاوش يطلعوا ليا عاوتاني فاش فيت نسول ماما قالت لي ماشي فاش ماما ما عارفاش دابا كيفاش ماما ما عارفاش واش انا كنكون عارفه فاش فيت نسول ماما ماما عيطت لاختي واختي قالت لها بلي هذاك الباتور ماشي ديال ماشي اللي كيطلع هذاك الباتور ديال العجينه داكشي علاش ما طلعش ليا يلا بقيت هذا الباتور هذا راه البريزم برونش ليه وهذاك البانيون ديال البيض خبيته البارح ما يمكنش نضيع البيض ديال البارح ديجا ضيعت 6 البيضات وتقولبت فيهم حيتاش ما كنتش عارفه دابا غادي نبداو الكيكه ديالنا نوريكم المقادير اللي تقديت اللي غنحتاج صافي اول حاجه نوريكم لي زامي هي هاد العيبه هادو راه واحد القليبات صغيورين غادي نزوق بهم من الفوق تشوفوا الاخر ديال الكيك علاش هما هادو اش كيصلاح وخديت الشوكولات خديت الصراحه جوج ميلكات وخبيتهم في الفريكو باش ما يذوبوش باش تعرفوا انا كنعاني لقيت غير وحده الاخرى اختفات كلاوها وهذا ما خديتوش هذا لقيتو عندنا في الدار وغادي نديرو خديت لاكريم نوريكم لاكريم اللي خديت خديت هذا خديت هاد الجبن صراحه كنت كنقلب على هذاك ماسكاربون ماسكاربون مع ماسكاربون ما عقلتش على سميتو ولكن ما لقيتوش مرضان وخديت هذا ما عرفت كي غيجي ولكن خديته وخديت طحين واخا عندنا الطحين خديت الطحين باش هذاك الطحين اللي عندنا الا كان ما كيصلحش للحلوه ما تقولبش فهمتو وصافي خديت البيض تما في هذاك البول اللي تما كاين البيض وكاين سنيده حيت درتهم البارح ودابا غادي نطلعهم حيت ما غنطلعوش يلا نبداو شفتوا على زامي جربت قبيله وطلع ليا شويه دابا غادي نكمل حيت خاصو يطلع بزاف يولي بحال شي لاكريم انا واحد شوفوا الصداق ليا هادشي شوفوا واخا الصراحه ما عرفتش هادي هي التكستور اللي خاصها تكون ولا لا شو اصلا خصني الصباح نخلط يقدروني بالتخلاط المهم طلع شويه عرفتوا البارح البيض بقى صفر وكنت غنتسطى شي ساعتين وانا كنخلط والو دابا راه شوف دابا لازمي غادي نزيد الطحين وغادي نزيد فانيا هادشي اللي قالوا لي ديري ياك صافي لازم غادي نزيد الطحين وغادي نزيد فانيا خاصني الكاس ديال العنبه ما عندي الكاس ديال العنبه عندي واحد الكاس بحال ديال العنبه ولكن خاصني نزيد شويه باش تولي بحال هكا ماشي مشكل انا كنت تقريبا قد ذوق الكاس العنبه ياك لازمي هذا غيكون تقريبا قد ذوق الكاس العنبه انا مشيت دويوش نسيت غادي ندير الطحين في الكاس وخاصني نغربلو باش قالك ما يتحببش ليك يا رب تصدق ليا هاد الكيكه يا رب وحق الله عمري ما درت شي كيك زعما سقات لي الكيكه مولا طباخ
صدق لي الطاجين، صدق لي الكيكه. الطحين ديالنا لازامي وغادي نبداو نخويو ونغربلو. ودابا لازامي غادي نجيب فانيا وتا هي غادي نغربلها. هاد ديال فانيا ديالي لازامي غادي نحلها، قال لك حتى هي خاصها تغربل. يا ربي صدق ليا هادشي. ومن بعد لازامي قالوا بلي خاصنا شي معلقه بحال هذه حيت ما بقاوش نديروا الباتور، حيت هادشي خاصو يتخلط غير شويه، ونبقاو نخلطوا بهذه الطريقه بحال اللي كنقلبوا. صح لازامي ما درتش خماره، ولكن شنو بان لكم ما درتش خماره باش تطلع الكيكه؟ حيت ما فيهاش خماره، كيفاش غدير تطلع؟ عندي الخمارة جاية نغربلها، عندي دها دابا. صافي براك شفتو هادو بقاو بحال الكويرات. ودابا لازمي غادي نكمل التخلاط ديالي بحال هكا. عرفتو ديك اللي كتكون في تيك توك كتبقى دير فيديوهات بحال هكا كتبقى تشوف هكا كتبقى مركزة هكا، عرفتوها؟ لازم يشوفوا انا دهنت لاطه بالزبده، دهنتها قبل ومن بعد درت ورقه الزبده ومن بعد دهنتها بالزبده. ودابا غادي ندير هذاك الخليط ديالي هنايا وندخل حتى في الفران. اجي نوريكم شنو غندير. ودابا لازم غادي ندخل لاجينواز ديالي طيب. يا ربي ديال الكيكه زوينه، يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي حتى متخيلاها بواحد الطريقه زوينه، يا ربي ما تصدمش. غادي خاصنا نصايبو السيرو باش نسقيو لا جينواز لي زامي. شنو كنحتاجو في السيرو؟ كنحتاجو الماء وسنيده. هادشي كنحتاجو صراحه مكرهش نسقيها بشي عصير ديال الليمون، ولكن قال لك الماء وسنيده. الماء وسنيده انا الا ما سقتش ليا ري عندر على هادوك اللي نقلت منهم في يوتيوب، عندر عليهم فيديو ودخل السينيا عليهم. شفتو لي زامي هنايا كاين الماء وسنيده، واخا ما كيبانش لكم سنيده، ها هي كاين، ها هي شفتوها كاين الماء وسنيدة. نخليهم يطلقوا في بعضياتهم هادشي اللي قالوا وصافي. قالوا في الفيديو لي زامي بلي الكيكه غطيب من 8 حتى 10 دقائق. دابا 20 دقيقه وكيكتي باقا كاع ما طابت، باقا خضرا والفران شاعل مزيان، ما عرفتش كاين المشكل. يا ربي السلام. لي زامي انا ما عرفتش شنو هو هادشي، ما عرفتش شنو هي هادي، بلاتي نوريكم. غلط درت داكشي اللي دارو في الفيديو. دابا هادي دقيقه خفلت عليها، يلا قلت لكم غدا بلي ما بغاتش طيب ليا، وخليتها 20 دقيقه وبقى خضره. دقيقه رجعت لقيتها بحال هكا، والواعره لبس هادشي كامل لانها ما طيبش من الداخل. ما عرفتش شنو ندير، نخليها تبرد واحد شويه ونشوف واش غتهز ليا ولا ما غتهزش ليا. شوفوا راسنا ويلو العكوس مع هاد الحلوة. دابا أنا شعلت الفران الفوق والتحت، حيت شنو قالك شعل الفوق والتحت، وهادي واقيلا باقا مطيباش من التحت. نشعل التحت 5 دقايق التحت، نشعل 5 دقايق التحت ونطفي في الفران. والو يا زامي والو، واش بغات تصدق ليا؟ والو ما عرفتش علاش، انا ما عرفتش شنو بغات. المهم دابا هادي المحاولة الثالثة وانا كنحاول. والو ما طيباش، ما طيباش، ما عندي زهر مع الطيب. ما بغاتش تصدق ليا لازمي الصراحة، عييت 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 عييت، ما بغاتش تصدق، درت كلشي وما بغاتش تصدق.
البارح ما بغاتش تصدق ليا واليوم ما بغاتش تصدق ليا. صافي خصي هادشي اللي كاين، انا غنمشي نعس عايش، ما نقدرش نعاود وقت اخر، مستحيل نعاودها حيت في جوع جاني نعس. غدا ان شاء الله على ضمي نعاود ندير شي محاوله اخرى، انا ما غاديش نستسلم حتى تصدق ليا ان شاء الله. وبعد 20000 محاوله مع لا جينواز ما بغاتش تصدق ليا لا زامي، عييت ما نجرب، عييت عييت عييت، ما درت حتى شي غلط وما درت حتى شي غلط. انا متاكده الحاجه الوحيده اللي انا متاكده منها هي انني ما درت حتى شي غلط، الموبيلات الماطر كلشي ضدي، بغيتي ماشي مشكل. فقدت الامل في لا جينواز ولكن ما فقدتش الامل في الكيكه، هادشي علاش انتقلت للخطه بي. انتو الا ما صدقتش الخطه بي غنتقل الخطه سي، الخطه ديالي ما كيتجاوبش. الخطه بي كتعلى لازاني من بعد ما بغات تصدق ليا لا جينواز، اضطريت انني ندير كيكه. درت كيكه عاديه، كيكه عاديه بالبيض بالدقيق بالفاني بالزيت بالسنيده، كيكه عاديه جدا بيضاء، ودخلتها الطيب. بلا ما نوريكم لا زامي كيفاش درتها الطيب، وداك الشيء حتى غنكون واحد الانسانه حامضه حيت داك الشيء عاودته اكثر من 10000 مره. طلع لي هنا نطلع لي كطيبه لا زامي الكيكه ديالي، شويه غنخرجها من الفران. يا ربي تصدق ليا، يا ربي يا ربي يا ربي تصدق ليا، حيت صافي جات ما بقاش عندي. غادي نخرجها من الفران لا زامي، وهي غادي نرضع على شكل جينواز، فهمتوا؟ غنقسمها وداك الشيء. المهم ما نحرقش لكم المراحل، تشوفوا كلشي على عينيكم. شحال يجيك؟ ها متبعد متبعد اشنو بيه؟ عكم لك متبعد تنين ليها هاتي تخير. فهمتك، انا عرفت داكشي دابا، انا كنخاف تغطيب ليا. واش غادي ليا؟ طيب خليني مني لهذا، ما تحيدش دابا، واش نعرف؟ حيد يدك، قول لهم هاي نظامي. الله غدا عايد اقول ما تغلوك ماما هضري معاها هادي. سلام سلام راس الله إلى جاي نجا سيدنا محمد، الله معاش العلوي داها وداها والله ما خلاها، دات وداته والله. شوفوا على زامي كي جيتكم، يا الصراحة واخا تحرقات واحد شوية ولكن راه كيكة. عرفتوا أنا باش تصدق لي كيكة بحال هادي راه نرير، خاصني نكون طيبة. شوفوا ما عندكم ما تقولوا فيا كي جيتكم، حاجة راسي في الصراحة والله إلا صدقات. والله إلا صدقات يا زعما، شوفوا 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 شوفوا، تأكدوا تأكدوا أنها صدقات ليا الكيكة. واعرة جات دابا لازامي، غادي نخليها تبرد واحد شوية باش نخرجها باش ننتقلوا لليطاب الجاية. واو 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 خاصني نجوز باش تصدق ليا الكيكه بحال هادي ما محروقاش، خاصني نجوز. واو طلعت طباخه لي زعما، شحال درا راسي. دابا غادي نجبدو الكيكه ديالنا من الفريكو لي زعما، حتى جبات ليا قلاله في الثلاجه الصراحه، وانا داشا في الفريكو. هي من هنا بردات ولكن من تحت سخونه، ولكن هنا باردة، ولكن توصل من تحت سخون. دابا لازم نقطع الكيكة، أجي نوريكم كيفاش نقطع الكيكة. بسم الله بسم الله، قالت لي قطعي على ثلاثة. الطبقه الاولى صقعت، دابا نقطعوا الطبقه الثانيه. واخا الطبقه الاولى صراحه قطعتها رقيقه تكلخت، ولكن ماشي مشكل، غنجيب طبسين نحط في الطبقه الاولى. كي غندير نهز شوفوا لي زاني شي زوين الصراحه، تقطعت. واو انا واعره
كيف ندير الحساب؟ ميمتي كيف ندير الحساب؟ هذه قطعت رقيقة شي مشكل، كاين عندي كيف ندير الحساب دابا خاصني تفصيل آخر. مالو تشوفي الماعن بزاف كنكره الماعن أنا، عدوني الماعن أنا مابقاش كيحسب لي هادشي بحال هكا. ويلي خاصني تفصيل آخر. عرفتوا على زامي هادي باقا سخونه بزاف، غادي نردها للفريكو تبرد شويه بين ما سقيت هادو وغادي نجبدها. اش نقول لكم ماشي مشكل سقيتها باش شي سخون اختي وماما خرج ما عرفتش شكون نسوي دابا هادشي سخون ماشي مشكل ما غتعجنش ليا. ولا نديرو برد شويه نديرو برد شويه نديرو برد شويه نديرو برد شويه. برديت ما تشربش لك فهمي اللغه العربيه والله هاك جيتي بلا شامبو راه مكلخه هاد الحليب الاخر هي جات وبدات عاوتاني تغوت ودير فيها شو ميشه حيد نورك غتباني لا ما غنبانش حيد اري لي غير لا لا انا ما بغيتش حتى انا بغيت تمشي صايب راسي سرع لي لا ما غادي نورك شي بعدي مني الله يرحم باك اوكي صافي سير ان شاء الله غتصدق ليا زعما شي حاجه بالكار بنادم خاصو يغوت عليك ويخرج لك عيني قالت لي خاصك تسقاها بالحليب حيت داكشي اللي درتي ججاري خاصو يجي عاقب بحال هكا. المهم لزامي انايا راه قالت لي اختي خاصك تسقيها وهي سخونه حيت الا بردات كاع ما غتشرب. وطلعت مكلخه بزاف هادشي شغل ندير نخوي حليب بحال هكا لا ماشي بحال هكا خاصني نخوي جبنه هي كرزان. من بعد ما سقيت الكيكات ديالها لازمي دابا غادي نوجد لا كريم دابا خاصني نطلع لا كريم مع الجبن ونشوفو واش غيطلعوا ولا ما غيطلعوش. يا ربي دابا سير دابا راه مزيان واخا اختي بقات كتعطيني هذوك الملاحظات الغبيين ولكن ماشي مشكل دابا غنطلع لا كريم على زامي ونشوف واش غتصدق لي ولا ما غتصدقش لي. بسم الله صافي ما نكثرش ندير غير هذا الشيء ونشوف شحال غيطلع لي الا ما كفانيش نزيد وندير جوج معالق ديال الجبن. مستحيل يكون هادشي توقع لي حقيقي عوين ما يمكنش ما عرفتش انا زامي الصراحه شنو هادشي كيوقع ما عرفتش ما بغاتش تصدق ليا ما عرفتش هذا علاش خصني ما انا خدام فاش بغيت نطلع لا كريم ما بغاش يخدم شو على الدار عندي كيف داير بحال الله العظيم نهار سقات الكيكه ما صدقش لا كريم خسر الباتور نهار سقات الكيكه الباتور خسر كي جاكم زهري هكا انا فهاد الفيديو راه خاص كل شيء وقيل ويلي العالم اكثر اخر حاجه كنت ضربه على حسابي ان الباتري خسر لي فهاد المرحله جبتي الباتر وراني الباتر اختي هو الاول عندي ما ندير فيك وراني الباتر شوفوا لا زعما جات عندي ريحان عتقاتني وجابت لي الباتر باش نكمل هاد الكيكه الفلحوسه شي جوج حتى ما بقات تصدق الكيكه يصدقها
ويلي 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 على زعمي كان ديما قلبي غيسكت ليا وتعكد بنت والله حتى هاد الكيكه منحوسه منحوسه جيت هنايا وجبت الباطا وفي تليفوني كنفكر كنقول واش غنبقى في التحف خا نغوت سلمه ولا والناس ساكنين في محرز فين ونرجع لوعد وسعدي صدق من خمسه اكثر من 30 درهم وفي الطريق من حوسه السيفه يا حاسك مع السيفه تخرج هنا كي انا معاها حروب يا بيي يا بيي اليوم ما تصدقش نتصفى تخيل الباطا ديالك خسر لينا ريحان عشان غنشتي شي غنقلبو طعم الزبل ماشي زعما قلبوا لي على فين بيت عندكم انا مش بغيتي ماما تزرع لي ومشي الناس اضربي من كيسه واحد الناس تلقيك راه صافي انا جيت غتضحك حيت انا الشاف ريحان الشاف الله يحسن العواد عندك ماما اضربي هكا لازمي واخيرا دابا غادي نشوفوا الموتيف الجاي اللي غيطرى مورا لا كريم مونطاج انا مابقيتش كنتفائل دابا غادي ندهنوا هذا الشيء فوق الكيكه ها هي بدات المونطاج ديال الله يحسن العوان توكشي متبقيش وتجي الكيكه راه طالعه اش نقول لك ما كيفاش تخبك اكثر مني خاصك ما تلصقيش بزاف باش تخليه خاصك فيتامين سي باش توقف شنو ندير مورا هادي صدقتيني بالفيديو ما غتعمريها والو ولا ما تقطعي الفخيز ما غتديري حتى ما لقيتش الفخيز اختي ماشي الفاصل ديال الفخيز ما عندي الشوكولاته عندك الشوكولات حبوب اللي عندي الشوكولات غنقردو ونديرو داكشي ريحان كتقطع الشوكولات باش نديرو فوق لا كريم ديري ديري الشوكولاته باش تجي فيها شي بنه اي بان كاين ما فيهاش بنه ما لقيتش الفريزه صاحبي شنو الديسير اللي خارج كاين غير الدلاع وكاين البرقوق ما لقيتش شي ديسير وهذيك كنت باغي الفرايز كنت باغي الكيوي ما لقيتش داكشي كون البنان كون درت شي شنو اخر صافي بركه ريحان راه باقيين ثلاث طبقات لا صافي سكتي هادي دار في الطبقه باش تجيكم كان عليك كون درت شي بيسكويت طحنتي باش يجي داك الكروكو عطاش انا جي با بروفيسيونيل فهاد الشيء كون حساب ليا كون قلت لك طيبي علي واختي انا مولات الكيكه واه عمرك عيب حط لي كيكه حط لي كيكتي حط لي كيكتي بروفيسيونيل دابا لازم غادي نزيدو طبقه اخرى ديال الشوكولات باش نغطيوها وندخلوها للفريكو بالجمد كنت محتاجه شي واحد يعاوني لا هذا عمري وحق الله صحابي ستي راه صعيبه تي كنحسب ليا ساهل وتفرجت واحد الفيديو في يوتيوب كيبان لك داكشي ساهل بديت واش تقات شي جينواز وانا عارف راسي بقيت هنايا انا كيعجبني نطيب كنحمش نغسل المواعين ثاني كنحمش نغسل المواعين ما عاد باش تغسلي لي المواعين والله الا غسلتهم لك كيكه كتبان كيكه ياك ولا كتبان جليجه غير حيدي حيدي صافي داك الشيء راه ديالي اللي كندير صاحبتي سكتي اختي اختي كيكه ديالي اختي مع راسك شديها هيا كدير المونتاج معكم الشاف سلمى يلا حيدي هادي حيدي هادي بالشبان ويلي ويلي شوفي ما تقولش شي حاجه صافي مزيانه سلمى مزيان واو انتي ناضيه واخيرا وصلنا لواحد الشكل شوفوا صراحه دابا كتبان زوينه واخا من لهنايا ما هيش ولكن مهم باش كاول مره تدخلكم بحال هكا ريحان دورت لي الجهه كاول مره تدخلكم هكا راه باقا ديكوراسيون فوقانيه دابا غادي ندير هاد القليبات نوريكم كيفاش غتجي نظامي اخر ما كاين في الديكوراسيون الديكوراسيون اختار على داخل شوف واش كنديرو كنوكلو لا صال الحلوه هاري هاري امي اللي تحمستي تحمستي خصها نروح غير لوحدها انت حلو تحمستي انت واحد شويه هادي ما جاتش كنت في الاول ديال الفيديو غير نزلات صافي صافي ريحان صافي بركه من الزواق انا ولاو مزبلين صافي صافي غير صلاه سلام على رسول الله الى جايله جا سيدنا محمد الله بعجل علي واخيرا 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 بعد
احسن فيديو عدل شيء مكذبش عليكم تعدل شيء بزاف والاخر شوفوا ليش كنا دابا خاصك برد في الثلاجه ومورا ندقوا البنه ديال الثلاجه دابا لازم خاصك برد في الثلاجه ومن بعد ناكلو كاين واحد البلاصه خاوي حلي شوفوا ايوا صافي نكملها ونقول لكم البنه كيفاش جات ولكن شوفوا الشكل راه كاين هوليا فحنا لي زامي البارح بيت الحلوه اللي كامل في الفريغو ماشي في الفريغو غير في الثلاجه حيت اش قالت لي رايحه خاصك تبيتيها غد لي غتصبح زوين دابا يلاه فقت غادي نجبدها ونشوفوها كيفاش ولات صراحه ولات زوينه لي زامي شوفوا هي ماشي شي حلوه ولكن كومين كاول مره والله هي زوينه انا وريكم شنو شريت او شنو من مرجان شريت هاد الشميعات غاد نديرهم فوق الحلوه شوفوا لي زامي هاد السمع شحال جا زوين شوفوا جفن كيحمر قليبات بحال هاد القليبات الحمر اللي كاينين هنا هاد الحلوه لي زامي غادي نعطيها لدارنا ياكلوها ناكلها انا وماما و خوتي شو خوتي هادي ديال دارنا ماشي انا غادي يكون سر الاحتفال ديال 100 كاف لا فيديو جاي ان شاء الله غادي ندير واحد الحفله زوينه انا ما نسيتش لي زامي فاش قلت لكم غادي نحتفل بواحد الحفله زوينه ب 100 كاف صايبت هاد الحلوه لي زامي حيت انا كنت بغيت نكمل 100 كاف باش نصايب هاد الحلوه حيت فاش كتصايبي شي حاجه بيديك كتزيدي تفرحي اكثر وتسناو لي زامي في لا فيديو جاي الاحتفال ديال 100 كاف وتشوفوا المفاجاه اللي كاينه في الدرع انا باقا ما حلتش الدرع والله ما حليته باش نحلو معاكم ونشوفوا كل المفاجاه اللي كاينه في الدرع او صافي لازم هنا غيكون سالا الفيديو ديالي قبل ما غادي نسالي الفيديو الفوايد ما طاحت الكاس حيبتي فيك الصخبه تبتي قلت لكم انا زاني قبل ما غادي نسالي هاد لا فيديو غادي نطوق معكم هاد الحلوه باش نشوفوها واش جات بنيه ولا ما بنيه هو المنظر كاين لكن البن الله اعلم بلاتي نجيب موس بسم الله واو شوفوا طلعت واعره باش ندوق بسم الله والله تبنينه لا زعما هي ماشي حاجه واو ولكن بنينه والله تبنينه ماشي حيت ديالي والله تبنينه ودابا لي زامي غادي نديها لدارنا ياكلوها نفرح مع دارنا هما الاولين بلا غادي يكون سالا لا فيديو ديالي ديال الحلوه بعد 100 الف محاوله واخيرا صدقت ليا شي حاجه وتسناو لا فيديو الجاي قريب